برحب بسيادة العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر. سيادة العميد مساء الخير، ونقول لكم بإذن الله مبروك مقدما. مساء الخير يا أستاذ عمرو، أهلا بالسادة المشاهدين وأهلا بكل مصر وكل الشعب المصري الجميل، أهلا بيك. أرجوك يا فندم قول لنا، وإحنا يعني لا يفصلنا إلا يعني خلاص ساعات قليلة جدا، حوالي 20 ساعة تقريبا، والعالم يشهد هذا الحدث المهم، الأقصر عاملة إزاي دلوقتي؟ هي الأقصر طبعا بفضل الله احنا بداية بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبنهني الشعب المصري العظيم على هذه المناسبة الجميلة أو هذا الاحتفال الجميل وهذا الحدث الكبير. وكما تفضلت حضرتك وقلت ده حدث عالمي، فعلا هو حدث عالمي وسيبقى في ذاكرة وأذهان عموم الشعوب عقود إن شاء الله، لأن طبعا يعني حدث زي ده احنا زي ما حضرتك برضو أشرت وتفضلت زي نقل المومياوات، فهو موضوع ما هوش ممكن يحدث في أي بلد تاني غير في مصر ذات 7000 سنة على التاريخ المصري القديم الجميل اللي احنا بنفتخر بيه واللي بيمدنا بكل الطاقات الجميلة دي. احنا لازم نبقى فخورين ان احنا جدودنا هم الفراعنة اللي احنا بنستمد منهم قوانا و طيب ايه يا فندم اللي بيتم دلوقتي في الأقصر؟ الأقصر يعني احنا بدأنا من لو حبينا نلخص او نتكلم على الاحتفال تحديدا، ولكن هنقول 4 أو 5 شهور، ولكن احتفالنا بمصر وتجهيزنا يعني احتفالنا او التجديد اللي شغال في الأقصر ده بقاله يمكن اكتر من 2 سنين. لكن لو هنتكلم في صورة مصغرة عن استعدادنا لاحتفال طريق كباش وافتتاح طريق كباش، احنا بدأنا في خلال الفترة ديت وبتكليف من وبتوجيه من السيد رئيس الوزراء، طبعا تطبيقا لرؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا طبعا تم التعاقد بين محافظة الأقصر وجهاز التعمير التابع لوزاره الاسكان، وكنا بنشتغل على محور يعني عشان نظهر بدايه في هذا يعني كتنميه محليه الاول، هتكلم ثم على وزاره السياحه، كتنميه محليه على رصد الطرق، تشجير الطرق، اللوحات الجداريات اللي تم عملها في مصر في الاقصر. احنا طبعا الاقصر بنستعيد هذا الحدث يعني الاقصر الجميله، لان الاقصر برضو زي ما حضرتك تفضلت هي من البلاد، يعني يكفي ان الاقصر بتشهر يعني بتحوي على ثلث اثار العالم. يعني انا بشكرك شكرا جزيلا سيادة العميد طارق لطفي رئيس مدينه الاقصر.